السلام عليكم. هنكمل المسائل على الفصل الخامس. في عندي مسألة بتقول: عند زيادة طاقة الفوتون الساقط على سطح المعدن في الخلية الكهروضوئية بنسبة 20%، يعني زادت بنسبة 20%، كلمة بنسبة زي بمقدار كده، تزداد طاقة حركة الإلكترونات المنبعثة من سطح المعدن من نص إلكترون فولت إلى 8/10 إلكترون فولت. احسب دالة الشغل لهذا المعدن. كده أنا عندي حالتين، حالة أولى وحالة تانية. الطاقة الأولى بكام؟ أنا مش عارفة الطاقة الأولى بكام، بس عارفة إن طاقة الفوتون الساقط في الحالة التانية زاد بنسبة 20%، فأنا هفترض إن الطاقة في الحالة الأولى هي إيه؟ يبقى الطاقة في الحالة التانية هتبقى عبارة عن إيه زائد 20% من قيمة الإيه. يبقى الإي في الحالة التانية بتساوي 20/100، يعني 2/10، يبقى إي زائد 2/10 يبقى 1/2 إي. يبقى إي 2 في الحالة التانية 1/2 إي، وإي في الحالة الأولى هي إي. طيب طاقة الحركة في الحالة الأولى الكي إي 1 بتساوي كام؟ بتساوي 5/10 إلكترون فولت. يعني ايه 5/10 الكترون فولت؟ الوحده دي انا بستخدمهاش، انا بستخدم الطاقه بوحده الجول. فاول ما تسمع كلمه الكترون فولت لازم تحولها للجول، بتضرب في شحنه الالكترون اللي هي 1.6 في 10^-19، وكي اي 2 بتساوي 8/10 الكترون فولت. برضو هاخد 8/10 واضربها في 1.6 في 10^-19. طيب هبدأ أحل إزاي بقى؟ هبدأ أكتب طاقة الحركة كي إي واحد هتساوي طاقة الحركة دي جزء ولا الكل؟ ده جزء من الطاقة، عبارة عن الطاقة كلها ناقص الإي وورك. طاقة الحركة في الحالة الأولى عبارة عن نص في 1.6 في 10^-19 هتساوي إي في الحالة الأولى هي إي، والاي وورك هي كلمة اي وورك كده هنزلها كده زي ما هي واقول دي رقم واحد. في الحالة التانية ان الطاقة التانية بقى اعوض هنا كي اي في الحالة التانية 8/10 في 1.6 في 10^-19، بس اي في الحالة التانية 1.2 اي ناقص الاي وورك. هنا لو تلاحظ هتلاقي عندي مجهولين، ما تقلقش، ما دي معادلتين، والمعادلتين بتحل الايه؟ مجهولين. فانت هتعمل ايه بقى؟ هتطرح. مجرد انك هتطرح انت عندك ده واحد وده اتنين، اتنين اكبر من واحد، يبقى تطرح واحد من اتنين، انت كده تخلصت من الاي وورك. يبقى هنقول بالطرح يبقى 8/10 نشيل منها 5/10 تبقى 3/10 في 1.6 في 10^-19 هيساوي 1.2 شيل منها الاي تبقى 2/10 اي، ودي كده الاي وورك طارت مع بعض. يبقى الاي هتساوي ايه بقى؟ يبقى الاي هتساوي 3/10 × 2/10 في 1.6 في 10^-19. هتعوض في المعادله الاولى عشان تجيب الاي وورك. الاي وورك هنا هنخليها في طرف لوحدها، ده الجزء عباره عن الطاقه كلها اللي انت جبتها، انت جبت الطاقه كلها هي اللي بس دي في الحاله الاولى اللي هي 3/10 × 2/10 1.6 في 10^-19، هتشيل منها طاقة الحركة اللي هي في الحالة الأولى اللي هي نص في 1.6 في 10^-19، هيطلع الناتج حوالي 1.6 في 10^-19 جول. معانا مسألة تانية. سقط ضوء أحادي اللون طول الموجي لمدة على سطح معدن، فكانت طاقة الحركة الإلكترون المنبعث 1.6 في 10^-19. يبقى الكي إي في الحالة الأولى 1.6 في 10^-19، وعندما سقط ضوء آخر أحادي اللون طول الموجي لمدة على 2، يبقى الطول الموجي الأولاني لمدة وفي الحالة الثانية لمدة على 2، فكانت طاقة الحركة المنبعثة في الحالة الثانية كي إي 2 بتساوي 6/4 في 10^-19. طيب
هو طاقة الطاقة بتاعت الفوتون الساقط في الحالة الأولى إيه؟ هو جايبه لي بدلالة اللمضة، فهقول اتش في سي على لمضة، دي الإي في الحالة الأولى. طب الإي في الحالة التانية بتساوي إيه؟ اتش في سي على لمضة، بس اللمضة في الحالة التانية بلمضة على اتنين. مقام المقام بسط، يعني اتش سي على لمضة وتطلع الاتنين هنا، اتنين اتش سي على لمضة. طيب ماشي، هبدأ أحل المسألة دي إزاي؟ هستخدم معادلتين. هقول طاقة الحركة الكي اي في الحالة الأولى، دي الكل ولا الجزء؟ دي جزء من الطاقة، بتساوي الطاقة كلها ناقص الاي ورك. تعال نعوض عن كي اي في الحالة الأولى. كي اي في الحالة الأولى بواحد وستة من عشرة في عشرة أس سالب 19، ده بيساوي الطاقة اللي احنا اتفقنا انها عبارة عن اتش في سي على لندا ناقص الاي ورك. نعوض بقى، نعمل معادلة تانية بالنسبة لطاقة الحركة في الحالة التانية، ستة واربعة من عشرة في عشرة أس سالب 19 هيساوي اتنين اتش سي على لندا. انا بعوض، انا جايبة طاقة الطاقة في الحالة التانية اهي، بعوض بيها هنا، ناقص الاي ورك. هنا لو طرحنا ادي واحد واتنين، لو طرحنا المعادلتين هنطير الاي ورك يبقى معانا مجهول واحد، فاحنا هنطرح واحد من اتنين، لان اتنين هنا الرقم الكبير، فهتطير الاي ورك مع الاي ورك، ناقص اي ورك ناقص ناقص اي ورك هتبقى ايه؟ بالموجب، يعني السالب هيروح مع الموجب. نطرح بقى ستة واربعة من عشرة، شيل منها واحد وستة من عشرة، تبقى اربعة وتمانية من عشرة في عشرة اس سالب 19، معاك اتنين اتش سي على لندا، شيل منها واحدة يبقى هتبقى معاك اتش سي على لندا، وهنا خلاص ما عندش معانا حاجة. يبقى انت كده جبت مين؟ اتش سي على لندا. سيبها زي ما هي، عوض بيها في المعادلة الأولى اهي، يبقى الاي ورك بيساوي الطاقة كلها اللي انت جبتها اللي هي في المعادلة الأولى اللي هي اربعة وتمانية من عشرة في عشرة أس سالب 19، هتشيل منها الواحد وستة من عشرة في عشرة أس سالب 19، طيب ده هيساوي كام؟ هيساوي تلاتة واتنين من عشرة في عشرة أس سالب 19 جول. وبكده خلصت المسائل.